الأهلي يواصل انتصاراته ويفوز على البنك الأهلي بهدف نظيف لمحمد شريف ويواصل تصدره لقمة الجدول. كابتن شريف ألف مبروك. ألف مبروك كابتن أيمن. ثلاث نقاط مهمين جدا قبل لقاء نادي الزمالك. أداء متغير أثناء المباراة كلها خاصة الشوط الثاني، ولكن موسيماني أدرك التغيير بدري وكويس. في أحداث بتحصل ساعات للمدير الفني أثناء أي مباراة هو بيلعبها، أكيد بيستفيد وياخد خبرات منها لبقية المسابقة يعني. فعنده لعيبة قاعدة برا دول احنا راهننا عليها كلنا، ان عنده كم من اللعيبة من المستوى الأول يقدروا يسعفوه في أي وقت، أو يقدروا لما يكون في إجهاد أو في طريقة من الطرق اللي احنا متعودين عليها، الخمسة اللي من نص الملعب بيبقوا مع الاثنين الفراودة انهم ينفذوا اي اختراقات او اي حاجه. فكان عندنا حاجات بنسميها تقصير في اول شوط الامدادات للعمق الهجومي. بعد ما نزل محمد شريف اعتقد ان بقى فيه عمق هجومي. اي نعم الشوطه جميله جدا، والهدف اللي احنا جبناه من اول قفشه لغايه سوليه، وسوليه شايطها قويه جدا لدرجه ان الحارس المرمى يعني هو ممكن يطلعها واحده على طول، بس هي من قوتها الظاهر فكر انه يمسكها ولا ايه انا ما اعرفش، فكانت رايحه جول كملها محمد شريف وجاب الجول. وكان محتاج الهدف ده محمد شريف معنويا فعلا. محتاجه معنويا. عندك حالة بقى رجعنا تاني للملعب، عدم الالتزام من لاعبي نص الملعب. زي ما كنت بقولك انا وعلاء كانت الكرة بتترد، احنا على طول احنا تيشيرت احمر هو اللي بيمسكها الكرة التانية، يعني الكرة التانية ماتش بتاعتنا خالص لمدة 20 دقيقة. حصل الاستحواذ لفرقة البنك الاهلي في حالة هم نفسهم مش مصدقين ان هم اللي بيستلموا على طول الكوره، عشان كده التفكير بتاعهم مش سريع ان هم يعملوا كونتر اتاك سريع ويروحوا على الجون ويهددوك، انما هددوك بكور غريبه جدا، هددوك باوت اتلعب كان ممكن يبقى هدف علي لطفي انقذه، ودي مسؤوليه علي لطفي ان في الحالات دي لازم يبقى واقف ويكلم اللعيبه ويكلم بنون ويكلم ايمن اشرف ويكلم الناس دي ويكلم اكرم توفيق. اكرم لازم اللعيبه تبقى حاسه بالموقف، حاسه ان مش متتكلش على اللعيب اللي جنبك هو اللي هيحل لك مشكله زي انفراد زي ده او حاجه زي كده. لولا ان اللعيبه بتاعتك عندها من المباراه اللي فاتت ومن الثقه والخبرات والاداء والفرق في الامكانيات، النهارده انت كنت ممكن سهل جدا كرة عرضية معدية علي معلول كان ممكن يدخلها في نفسه، سهلة جدا، ولا حد يقدر يلوم ولا حد يقدر يعمل أي حاجة. ففي حاجات أنت استسهلت الأمور فيها عملت لك مشاكل. أيوة. ده ما ينفعش يعني. أنت بقيت أنت كسبت أرض كبيرة قوي في مباراة الإسماعيلي. ما ينفعش ترجع أنك تخسر الأرض دي تاني أو يحصل اهتزاز من أي نقد أو من أي حاجة للمستوى أو حاجة زي كده. إنما قلت لك في ساعات مباريات بتيجي بتبقى حاجة من عند ربنا كده، إن بيحسسك بقيمة الفريق ككل. أيوة. بقيمة اللعيبة ككل، فرديات اللعيبة وإمكانيات اللعيبة والروح في بعض الأوقات. والروح طبعا، وحالة كل لاعب في الملعب. يعني أنا أحمد عبادر نزل حسيت أنه مش قادر يخش في الفورم لغاية ما كرش. أيوة. حسيت له كرشة النفس ودخل ابتدى يهدد وابتدى يخش. ففي الناس ممكن تتكلم معنا تقول لك أصل النهارده الأهلي مش كويس. الأهلي لا، دي تاني مباراة في الدوري ودي حاجات بتحصل في كل الفرق في العالم، وانتوا اتفضلتوا كلكم قلتوا على اتكلم على مانشستر سيتي على مانشستر يونايتد واتكلم على ليفربول واتكلمتوا على كل الاشياء اللي بتحصل في المباريات. اكسب خمسة واتعادل 2-2، اتغلب خمسة وارجع اكسب ثلاثة، فهي دي الكرة كده.